في كل مكان. ألف مبروك لكل الجماهير الأهلوية. النادي الأهلي بيتأهل لنهائي دوري المرتبط. رجال النادي الأهلي كالعادة بيثبتوا إن هم على قدر كبير من المسؤولية وإن هم رجال المواقف الصعبة. ومعي في هذه اللحظات بقى أحد نجوم مباراة النهاردة طبعا كابتن إيهاب أمين. في البداية ألف مبروك الفوز النهاردة. الحقيقة أنت عملت جيم كبير جدا، أنت التوب سكورر، فأكيد ببارك لك وعايزك تكلمني بقى عن أجواء المباراة. لا بارك فيك، الحمد لله. يمكن ماتشات الاتحاد دايما بتبقى صعبة، فرقة كبيرة، محترف بتاعهم كويس قوي، أنس وسام من أحسن اللعيبة في العرب وأفريقيا. بس أنا طبعا يعني عايز أشكر اللعيبة، ودايما الناس ممكن تبقى بتتكلم على فرد أو اتنين أو ساعات مستر جوستي، بس إحنا يعني كفريق ده جيل ذهبي، عمرو الجندي، عمر طارق، عمرو زهران، أبو النصر، سيف سمير، سيف سمير كابتن الفرقة مصاب، مصطفى كيزو، مؤمن طارق خيري، معداه ويوسف معداه، مش عايز انسى حد، بس ده جيل ذهبي في النادي الاهلي، وان شاء الله نفضل مكملين سنين كتير. وبشكر جمهور اللي ورانا في كل حته، بور العرب، في اسكندريه، في السعوديه، في قطر، دايما ورانا في كل حته، وكان ليهم دور كبير قوي في مكسب النهارده، وان شاء الله نقدر نفرحهم بالنهائي ان شاء الله. يمكن عندنا جهاز فني على اعلى مستوى، مش بياخدوا كريدت كتير، مستر جوستي، كابتن احمد الجرحي، وكابتن رامي الدياستي، عملوا معانا شغل كبير قوي بعد اول ماتش. يمكن عملنا ادجستمنتس كتير قوي بانت في ماتش النهارده، ودفعنا احسن كتير، واعتقد ده كان يعني سبب او اهم سبب من اسباب الفوز النهارده. بشكرهم طبعا، و يعني مهما قلنا دايما ورانا في الخساره قبل المكسب، ويمكن في بطوله عربيه بعد ما خسرنا حيونا بعد السيمي فاينل، وبعد ما خسرنا ماتش الثالث والرابع، وبعد ما خسرنا ثالث العالم وقفوا ورانا، وهم عارفين ان الجيل ده مش ان شاء الله ان شاء الله يفضل سيطر على كرة السلة المصرية في السنين الجاية.